وسط احتفال كبير تم زفاف أكثر من 170 عريسا في مدينتي نبلة والزهراء احتفالا بالأعياد في رسالة تعبر عن الفرح. نجتمع اليوم في هذا الزفاف الجماعي ليمنا بأعياد الأضحى وأعياد الوطن جامعة ضمن الانتصارات التي تحققها سوريا. يجتمع في هذا المكان أكثر من 170 عريس ليتباركوا في أجواء وطنية ومحبة لهذا الوطن. العرسان الذين كان جلهم من عناصر الجيش العربي السوري عبروا عن فرحتهم وشكرهم للقائمين على الحفل وسعادتهم بإقامة زفافهم بهذا الشكل مع زملائهم. طبعا نحن بهي المناسبة بنحب نذكر انه كل عام وانتم بألف خير وعلى كل الأمة الإسلامية بألف خير، ينعاد علينا وعلى جمالهم بألف خير. أنا كجريح الحمد لله الحمايات مستمرة وأنا مستمر. اليوم عرسنا أكثر من 150-160 عريس، مناسبة حلوة، مجموعين جمع حلوة مبسوطين الحمد لله، مشكورين كل اللي قاموا هذا العرس. أكيد فرحان والشباب كلها فرحانة مبسوطة لأني الكل عساكر والكل كان عرسهم سوا بنفس اليوم وهو يوم مبارك، ومنقول عقبال كل عسكري عزب، ومنشكر كل اللي ساهموا بدعم هذا العرس وتنظيمه. تأتي هذه الأعراس الجماعية بهدف تقديم الدعم للعرسان في ظل الظروف الحالية، كما تعتبر صورة من صور الانتصار في سوريا. للإخبارية السورية مصطفى كوسى، ريف حلب.